اليوم تم تنظيم لقاء من طرف المنسقيه الجهويه لحزب التجمع الوطني الاحرار بمدينه الداخله من اجل يعني الخوض في نقاش، وهو نقاش مهم كيخص مشروع كيخص برنامج انطلاقه. برنامج انطلاقه هو واحد البرنامج اللي هو مهم اللي كيمكن من تمويل الشباب وتسهيل الولوج الى القروض من طرف الشباب. اليوم يمكن لجميع الشباب من خلال هذا البرنامج انهم يتقدموا للبنوك دراسات مشاريع معقوله ومنطقيه وهادفه وتتمتع بتتمتع يعني بنظره او ببعد نظر. هذا البرنامج عنده عده مميزات، هو انه يغير المنظومه الاقتصاديه للشباب ويساهم يمتص البطاله ويساهم يغير الشباب من انسان باحث عن العمل او انسان بدون عمل الى مقاول او ويخلق الاكتفاء الذاتي، ويمكن حتى للشاب يعني يوفر فرص شغل، وهذا اللي كيرجع بالايجاب على المنظومه الاقتصاديه ديال الوطن. هو صراحه برنامج مهم فيه العديد من المميزات، من ضمنها نسبه الفائده اللي كتراوح بين 1.75 الى 2%، وهي فائده جد تفضيليه وفائده جد مهمه يعني، وعدم عدم عدم توفر المقاول لاي ضمانات، ولا عدم تقديم المقاول لاي ضمانات، هذا ايضا هو حاجز كان عند الشاب المقاول اللي كان كيمنعه من تمويل الولوج الى العالم الحر والى المقاولات، وبالتالي هذا الحاجز نزاح، واصبح الولوج الى التمويل اكثر سهوله مع هذا البرنامج، واكثر يعني عنده واحد الفعاليه وعنده واحد المسطره اللي هي مسطره مبسطه جات باراده ساميه لصاحب الجلاله نصره الله، واعطى الاوامر لجميع الابناك. ويعني كنشوفوا دابا تداخل ديال مجموعه من المتداخلين بينهم بنك المغرب والابناك من اجل الوقوف على هذه العمليه وانجاحها بشكل يعني بشكل موفق. ونتمنوا لجميع الشباب انهم يبادروا وانهم يوجدوا مشاريع وانهم يتقدموا بها الابناك، وانهم ما يقعدوا يحانوا يعني التشغيل، ولا يقعدوا يحانوا الكونكور ولا هذا، يعني الانسان خاصو يبادر. شريطه ثانيه يكون مقتنع باللي كيدير وعنده سافوار فير باش ينجح المشروع. وشكرا.